صباح الخير يا استاذه مروه. صباح الخير يا مستر فاطي. استاذه مروه انا اسف لو كنت زعلتك قبل كده، بس انا عايز اقول لك على حاجه، لانك انت ايه، انسانه مهذبه ومحترمه، صدقيني انت تستاهلي احسن انسان في الدنيا. ميرسي يا مستر فاطي. وكمان مش عايزك تزعلي من خطيبتي لمياء. خطيبتي لمياء دي قلبها ابيض جدا، هي اي نعم يعني شعنونه حبتين، لكن هي كويسه. انت عارفه انا برغم شعنينتها دي الا اني بحبها جدا وبموت فيها وعمري ما هزعل منها، وانا عارف ان انت انسانه كويسه وقلبك ابيض انت كمان ومش هتزعلي، صح؟ ربنا يوفقكم مع بعض يا مستر فتي. متشكر جدا يا استاذه مروه. بعد اذنك يا مستر فتي. اتفضلي. لما انا كنت انا سمعت كل حاجه وحبي زاد ليك اكتر واكتر. لمياء انا كنت عايزه اقول لك على حاجه، بس بصراحه عارفه بتحبني وبتموت فيا، صح؟ صح، بس انا كنت عايزه اقول لك على حاجه تانية بصراحه. عارفه بيتغير عليا من الهوا الطاير، صح؟ صح، بس انا كنت عايزه اقول لك على حاجه ثالثه بصراحه. فاطين يا حبيبي انا مش عايزه اسمع اي حاجه دلوقتي، هسمعك بعد المدرسه بقلبي. اوكي هسيبك بقى عشان ماتش البيج بونج. باي. لا 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 لا. منك لله يا ميشو، يعني هي كانت ناقصه جنان. هوب 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 هوب. ايوه كده، ايوه يا سيكا. صباح الفل. ايه عرايسنا الحلوين مصحصحين كده على الصبح ورايحين فين؟ هنكون رايحين فين يا ميش؟ رايحين النادي طبعا. اصل سميره سمرتي قالت نلعب شويه رياضه وبعدين هيجي لنا المحامي علشان المشروع اللي هنعمله انا وهي مع بعض، سلسله محلات اس سلسله محلات. بالتوفيق يا موسيم. اس بالتوفيق يا حبيبي، بالتوفيق. يلا يا سيكا عشان ما اتاخرش. هوب هوب سيكا. بقيت سيكا يا سيد. هوب هوب. يلا اشتغل اشتغل. هوب هوب اشتغل يا موسيم. هوب هوب هوب. خلوا بالكم من بعض، ها امسكوا في ايدين بعض يا عرايس. ما تخافش على ابوك يا هوب 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 هوب. سيكا سارة. الو. ايوه ساره. لا هبقى احكي لك لما اشوفك. ايه؟ احب طبعا، ده ركوب الخيل ده هوايتي اصلا. خلاص ماشي هغير هدومي واجيلك. يلا باي. ركوب خيل ايه بس، امبارح الاوبرا والنهارده ركوب الخيل. يا ترى هتودينا فين يا صفاتين تاني؟ الو اشجان هانم. انا بخير الحمد لله. افضي نفسي. حاضر حالا مسافه السكه. مع السلامه. مع الف الف سلامه. ترى عايزاني ليه؟ يمكن ابنها فهمي رأي يعني؟ يمكن. على العموم أنا متفائل، أنا متفائل جدا. شمس قلبي وظله يا حكاية العمر كله، يا فرحة عمري كله، عمري كله شمس قلبي وظله يا فرحة عمري. السندوتشات طعمها يجنن، تحفة. بس برد قوي ودلع كمان. بالعكس دي لذيذة قوي. قولي بقى ايه الحاجة المهمة اللي كنت عايز تتكلم فيها معايا بصراحة؟ بص بقى لمياء،
الصراحة يعني إن أنا لمياء بحبك قوي وبموت فيكي، وربنا وحده هو اللي أعلم والله العظيم. بس أنا النهاردة بقى في يوم الصراحة العالمي ده عايزك تركزي كده يا لمياء معايا، وتكوني يا ريت يعني تكوني هادية على الآخر. أهو أنا مركزة وهادية. أنت غمضت عينيك ليه؟ أصلي بصراحة أنا بتكسف، وبعدين دي أول مرة. لا فتحي عينيك يا بنت، انت فهمتيني غلط خالص. لا يا فطير، مش ده الكلام اللي انا قصدي فيه. انا عايزك يعني تسمعيني كويس يا لمياء. طيب انا سامعاك اهو. يا لمياء ليه بس انت مصدغالي؟ الله، عايزك تركزي بقى يا لمياء يا حبيبتي بقى. طب بصي بقى لمياء، الصراحة اللي أنا عايز أقولها لك يعني ده غير بقى صراحة إن أنا بموت فيك وبحبك وكده يعني، ويا ريت تكوني هادية. ها، يوم الخميس اللي فات لما أنا بقى كنت ماشي معاكي كده وضربت العيال الصيع. أيوه كنت جامد، كنت بطل، كنت أسد، كان يوم تحفة. اصبري بس اصبري، يمكن تغيري رأيك. إيه؟ يوميها بقى أيوه أنا ما كنتش أنا. ما أنا عارفة، كنت أسد كده، كنت شهم، كنت شجاع قوي. ايه ما كنتش انا، كان اخويا ميشو. ايه ميشو؟ ايوه. وايه اللي خلاه يعمل كده؟ انا اللي طلبت منه كده. وانت طلبت منه يعمل كده ليه؟ ما هي دي بقى لمياء تاني صراحه. بصراحه بقى ميشو اخويا مش سوي، فانا كنت عايز اوري له يعني عالم غير العالم بتاعه علشان اغيره. وانت ما قلتليش ليه؟ ما هي دي شروط اللعبه، ان احنا ما نقولش لحد علشان الامور تمشي طبيعيه. ويعني ايه هو مش سوي؟ ما تتكلم انت يعني. بس والنبي عايزك تبقى هاديه. يخرب بيت هاديه، ما تتكلم بقى. حرامي. ايه لص يعني؟ يعني اللي كان ماشي معايا في المدرسه ده حرامي؟ ايوه. يا لهوي لمياء، الهوني يا ده. لمياء. طب استني بقى، طالما وصلت يا لهوي والحقوني انا وفرجت علينا الاجانب يا لمياء، خدي بقى الكبيرة علشان تكمل. في تاني؟ ايوه اصبري. بابا سيد الحاول. ماله حرامي هو كمان؟ برافو عليك يا لمياء. انا عارف ودون معيه. وسميرة سمير مراته. مالها حرامية؟ لا بابا الحرامي اتجوزها علشان يلهب فلوسها. يا نهار اسود، يعني انا وقعت في عيلة كلها نصابين وحرامية؟ لا يا لمياء احترمي نفسك، العيلة مش كلها حرامية. لا نصها بس اللي حرامية. انا حرامي، انا وعمي انس حرامي، انت عارفانا كويس يا لمياء. وبعدين شفت بقى انا ما كنتش عايز مساعده بابا ولا ميشو في جوازنا. ازاي جوازنا؟ هو انت لسه بتتكلم في جوازنا؟ ده انت بتحلم. ليه يا لمياء؟ خد يا فطير السندوتشات، امسك الدبله بتاعتك دي، مش عايز اشوف وشك تاني. لا. يا كداب يا خيل يا حرامي. وعلى فكره بقى السندوتشات كانت مسخه ودلع. ها يا لمياء، مسخه ودلعه بعد ما كلتيهم يا لمياء. كان اسد وبطل وشجاع، وعرفت ان هو حرامي رميتيلي الدبله في وشي. دي اخرتها يا عم انس، دي اخرتها. لازم يعني تديني حبوب الصراحه وتقولي المواجهه حتى مع اقرب الاقربين. اهي رميتلي الدبله في وشي اهي، وبقت ابعد الابعدين.